كيف أنصر أهلنا في غزة؟ كيف بدي أنصرهم لأهلنا في غزة؟ هل أدعو لهم؟ هل ماذا أفعل؟ نعم، بدي أبين أمر جدا مهم. لازم تعرف إشي مهم جدا جدا، وهذا لا يخص أهلنا في غزة، هذا يخص الأمة بأكملها. أمتنا تعذب بذنوبها، أمتنا تعذب بذنوبها. نعم، فعندما تتعثر ألم على جزء من هذه الأمة أو على غزة أو على اليمن أو على سوريا أو على أي موقع من هذه المواقع من ديار المسلمين، فاعلم إن الأمة تعذب بذنوبها. نعم، الله يسلط علينا أعدائنا بذنوبنا، فهل أدعو الله ولا أعمل شيء آخر؟ أخي، إن دعوت فلن يستجاب لك. إذا كنت من أكلة الربا ومن الذين يعني يتفننون في معاصي الله وتأخير الصلاة وأكل الحرام والإباحيات وقطع الأرحام وأكل حقوق الناس والسب والشتم والطعن والغيبة والنميمة، والذي يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا بعرض قليل من هذه الدنيا، فاعلم إنك لن تكون مستجاب الدعاء، وأنت السبب في كل ما يحصل. أنت السبب، نعم أنت السبب. فإن لم تتوب إلى الله، أنت الذي تقف أمامي، إن كانش فيه كشيئا من هذا الذي قلته، التكشف، العري، الاختلاط، الغيبة، النميمة، السب، الشتم، القذف، أكل الحقوق، قطيعة الأرحام، السرقة، الزنا، الإباحيات، الربا، كل هذا إن كان فيك فأنت عبء، أنت سبب، أنت السبب، أنت السبب الذي يحصل في هذه الأمة. نعم، على أن تتوب إلى الله من الآن. إذا كنت يعني عندك 10 خصال من المعاصي التي مصر عليها فاتركها يا أخي، إن كان فيك 20 اتركها يا أخي، إذا بتحب هذه الأمة، إذا عن جد بتحب غزة، إذا بتحب عن جد النصر والتمكين، إذا بتحب واقع هذه الأمة يتغير، توب إلى الله والزم الاستغفار، فوالله استغفارك وتوبتك خير من دعاء 100 سنة. والله هذا استغفارك وتوبتك أفضل وأحسن لغزة وأهل غزة من 1,000,000 سنة من دعائك، لأن دعائك لم يستجاب، لا يستجاب وأنت في هذا الحال، بل أنت تزيد الطين بلة، أنت بتزيد العقاب علينا على هذه الأمة. وهذا الكلام موجه لكل واحد مغموس في هذه الشهوات، أخذته حول الشهوات وانغمس فيها، لكنه قلبه كذبا ينبض في أنه خايف على إخوانه في غزة أو في سوريا أو في السودان أو في أي مكان. نعم، فقط كلام. إذا جد في عندك غير على الإسلام وعلى المسلمين، فاعلم إن الله يعاقبنا. ولا تستصرخ الغير، الله جل في علاه قريب، والله بيقول لك وما النصر إلا من عند الله. فلا تستصرخ فلان ولا الدول الفلانية، توب إلى الله، أنت السبب. يعني قلت لك أنت، أنا قلت لك أنك أنت السبب، إن إذا كان فيك ذنوب وأمور أنت مصر عليها. نعم، فنحن تحت العذاب الرباني، عندما نتوب ونلزم الاستغفار، لأن أسأنا الأدب إلى الله أولا، ثم إنها حقوق البشر علينا من غيبة ونميمة وأكل حقوق هذه التي يعذبنا الله بها، لأن تبنا إلى الله، وهذا هو الصدق مع الله، وأكون موضع إن الله ينظر إلى هذه الأمة بعين الرحمة بسببك، لأنك أنت مستغفر تائب أقبلت على الله، تركت كل شيء. مش أنت كذاب، أنت كذاب تكذب على الله وعلى المسلمين، غرقان في الإباحيات، غرقان في التوك توك، غرقان في كرة القدم، غرقان في اللهو والملهيات وتأخير الصلاة وأكل الحقوق، ولا صلاة ولا زكاة ولا شيء، ولا تفعل شيء. ولكن يا رب يا رب، اسمع اسمع مليح، والله هذه الأيام تحسب علينا أو لنا أو علينا. أول شيء، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فاش تغير؟ الذي يحصل في غزة حجة على الأمة كلها، والذي يحصل في باقي الدول يعني كمان، كل هذا الذل والهوان. والله قد بدأ التغيير، فإما بتركب في سفينة التغيير التي هي في الاستغفار إن شاء الله. نعم، سفينة نوح،
قبل أن يغرقك الطوفان الذي قادم، وهو طوفان طبيعي حقيقي نعم، غير طوفان الأقصى. هناك طوفان أكبر قادم يغرق كل الكافرين والذين لا زالوا مصرين على هذه السقطات التي فيهم حتى من المسلمين. بدك تشوف دعائك انه مش مستجاب، شوف مش مستجاب، مش ما بجيبش من جيبتي يعني، عشان تعرف انك انت سبب في هذا العقاب. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر ولو شكن الله ان يسلط عليكم عذاب. جاتك بتتعذب قلبك بوجعك؟ لا كذب، انت قلبك بوجعك. اذا قلبك بوجعك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر ولو شكن الله يسلط عليكم عذابا لا يرفعه، لا يرفعه، تدعونه لا يستجيب. فحرام على الوقت اللي بتدعو فيه انت، انت يلزم الاستغفار. ابن تيمية قال خير الدعاء الاستغفار، لولا انه كان من المسبحين لا لبث في بطنه الى يوم يبعثون. كان يستغفر سيدنا يونس، نعم دعاء سيدنا يونس، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نعم انت ظالم، انت ظالم، الام ظالمه. نعم علينا كل واحد سمع هذا الكلام، خير اشي انك تعمله ان تلزم الاستغفار وتتوب من هذه الذنوب، عشان تكون منظر يعني الله ينظر الى الامه فيراك مستغفر فيرحم من حولك فيك، مش كذاب، مش منافق والعياذ بالله، تكذب على حالك تكذبش على الله. كيف بدك تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وانت مغموش في هذه وحول الشهوات؟ هذا كله كذب بكذب. كيف؟ والله سأبين لك مما فتح الله علينا. بدك تعيش آية الاستغفار، بلغوا عني ولو آية. شفت لما بتبلغ آية لا تأمرن بالمعروف، في عندك حقيقة تملكها تبينها للناس ما هو الاستغفار. الاستغفار الذي يرحم الله فيه عباده ويرزقهم ويغير أحوالهم ويزدهم قوة إلى قوتهم ويغير أحوالهم ويمددهم ويمددهم إملاء. أمد بني إسرائيل بالمال والبنين وأمددناكم بأموال وبنين، فهذه هي قوتهم. ويقول لك في الاستغفار ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وصلت إنك أنت عبء، أنت السبب، أنت مش أهل للدعاء إذا أنت مغموس في الربا، إباحيات، غناء، طرب، وترجو النصر من عند غير الله، وأنت فقط يا رب يا رب، وأنت مأكلك حرام ومشربك حرام وغذيت جسدك في الحرام، والغيبة والنميمة لا تنتهي عنها، والسب والشتم والقذف وأكل الحقوق والإفتاء بغير علم، وتتهم الناس في الباطل وتطعن في المن في الجميع. اعلم إن دعاءك في ضلال، اعلم إنك أنت سبب في هذا الهوان الذي فيه الأمة. كل الذي عليك أن تتوب إلى الله قدر المستطاع وأر الله منك خيرا. إسا الآن إذا أنت قلبك يتعصر ألم على ماذا يحصل في غزة مثلا، أو في الأمة، أو هذا الضياع، أو هذا يعني هذا الذي نحن فيه كأمة كاملة، توب أنت. لربما ينصر الله بلد فيك أنت، لربما ينصر الله بلد ويسقيها الغيث في مستغفر واحد. لا تستهين في استغفارك، هذا إقرار بالعبودية منك لله. نعم أنت مقر إنك مذنب، أنت مقر إن لك رب عظيم يراك ويعرف كل تحركاتك وقد أحصى كل شيء عليك، وهو الذي يعني إن لم تتوب سيعذبك. فأنت اعترفت ضمنا إن هناك جنة وإن هناك نار وإن هناك يوم حساب، وأنك عبد ذليل لإن لم يرحمك الله لأهلك ولا أكبك والعياذ في النار والعياذ بالله في النار. نعم في حديث المفلس أو يا رسول الله إنها تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسانها، قال لا خير فيها في النار، هنا أكبها الله في النار. والمفلس الذي صام وصلى وذكر وكل شيء عمل من الطاعات لكنه سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، أنت تسفك دماء المسلمين وأنت لا تدري يا أخي، أنت تمكن من الظالمين من رقابنا وأنت الظالم. نعم أنت تمكنهم من رقابنا وانت في هذا تفلتك، فانت سفكت دم المسلم. نعم
مكنت لهذه الأمة الفاسقة الفاجرة أن 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 تتحكم من رقابنا. لئن أنت تبت وأنا تبت وذاك تاب لن يستطيعوا علينا، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، المستغفر في رحمة الله أمنان. كان عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه السلام كان أمن، ولا زال الاستغفار بيننا، فالاستغفار هو أمن. ما كان الله يعذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإن كنت يعني في غزة في 1000 مستغفر مثلا، أو في أي بلد 10,000 هكذا، لن ينزل الله عذاب هذه البلد. أنا لا أقول إنهم تحت العذاب، لكن نحن الذين تحت العذاب، نحن الذين تحت العذاب الذين ننظر ولا ما فيش حيلة. قالوا يا رسول الله يعني تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، الأكل الطاولة المستديرة، هي هيئة الأمم، هي الأكلة على قصعتها تتداعى عليك الأمم، في هيئة الأمم طاولة مستديرة وإحنا الضحية. نعم، تتداعى عليك الأمم كما تتداعى الأكلة، ولا بده يأكل الأكل على طاولة على قصعتها، الوليمة يعني في آخر الزمان تتدعى. قالوا يا رسول الله وإن قلنا نحن يومئذ، يعني إحنا قلال يعني عشان هيك الأمم هاجمة علينا يعني. قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم كغثاء السيل. بتعرف الغثاء هذا الرغى ولا بتطلع من السيل، هالأشياء الزبد هذا كلياته بنفعش لأي شيء. ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة، بخافك عش بطل خافك. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب بمسيرة شهر، أنت لا يأبى بك أحد. ويزرع الله في قلبك الوهن. ما هو الوهن؟ حب الدنيا. خليني أنا أشتري لي سيارة، ألبس بلوزة لاكوست، أشتري هكذا عقارات، سيارات، ربا، غناء، طرب، نساء، إباحيات، خليني أكل أتمتع كما تتمتع الأنعام. نعم، فهذا الذي نحن فيه. أنشان يتغير واقعي يا أخي، شو بدك تدعي؟ مين بده يستجيب لك وأنت أنت مجرم بحق نفسك؟ والله عندما يدعو الإمام في صلاة الفجر على الظالمين، قل بما يدعو علينا، نحن علينا، يدعو علينا هذا الإمام، على المصلين نفسهم، من منهم ليس ظالم لأهله، لإخوته، لجيرانه، لأقاربه، من منا لا يأكل الحقوق فأكل الحقوق حتى لو كان من الدين، وهذا كلياته ظلم. عليك أن تتوب. بتحب هاي الأمة؟ بتحب النصر؟ بتحب أن الله يغير لك أحوالك؟ لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. توب إلى الله، إلزم الاستغفار بالليل والنهار حتى تملك حقيقة الاستغفار. اخرج إلى الناس وبلغ الناس آية الاستغفار، ماذا وجدت من استغفارك وكيف غير الله أحوالك، ستكون من خير أمة أخرجت الناس، تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر، تسأل الله فيستجيب، تستعيذ بالله من شرورهم فيعوذك الله من شرورهم ويحقق لك مرادك. إن كنت أنت الوحيد الذي تستغفر فسيرحمك الله ويؤويك إلى كهف رحمته. التغيير قادم، التغيير رباني علينا وعليهم، علينا وعلى كل على الكل، التغيير قادم عند الله. ما هذه الزلازل وهذه البلابل التي بدأت تضرب في مشارق الأرض ومغاربها؟ وهناك رؤيا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرؤيا في الرسول عليه الصلاة والسلام في كامل مواصفاته، هذه الرؤيا جاءت عند أخونا أبو البراء. والمهم يقول إن هناك أمر جلل قادم على الأمة ليعيدها إلى دينها. نعم، فقبل ما تجيك تعال أنت، لأن أتيت الله، المولى عز وجل يقول لأن أتاني عبدي مشيا أتيته هرولة، وإن تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه باع، وإن تقرب إليه باع تقربت إليه ذراع، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، وأحب ما تقرب إلي فيما افترضت عليه الفرائض، الصلاة، الصيام، القيام، والانتهاء عما حرم الله من ربا وغناء وطرب وتكشف وعري واختلاط وأكل الربا والزنا والإباحيات والغيبة والنميمة والسب والشتم، هذه كلها من الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي وأحب ما تقرب إلي فيما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويدي التي يبطش بها.
النصر من عند الله ويدي التي يبطش بها ولا إنسانني. يا رب انصر أهلنا في غزة سينصرهم الله، يا رب انصر أهلنا في سوريا سينصرهم الله، يا رب انصرنا على الظالمين سينصرنا الله على الظالمين. لكن عندما تكون أنت الظالم وأنت المضيع للدين فأنت تجلب لنا سخط الله بالربا الذي أنت انغمست فيه، بالإباحيات في التوك توك، في تضييع الصلاة، في تضييع الحقوق، في حقوق الوالدين، أنت تجلب لنا السخط وتقول يا رب إلزم الاستغفار وتوب إلى الله. هذا خير عمل والله، إن كان في قلبك غير على الإسلام على غزة خير عمل إنك تتوب إلى الله توبة حق وتقايض الله بهذا العمل أن ينصر الأمة كلها ويغير واقعنا. أن شاء نجعل الله لنا من أمرنا رشد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نعم، بالتوبة والرجوع إلى الله هذا أكبر عمل عشان تكون سبب إن الله ينظر إلينا بعين الرحمة ويستحق دعائك أن ينظر الله إليه فيستجيب. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. إنه زمن التوبة، إما طوعا وإما كرها في هذه الزلازل والبلابل والأمور العظام التي تأتي وستطحن الجميع. قالوا يا رسول الله أو أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إن كثر الخبث. نعم، الخبث ملأ الدنيا، ملأ أفاق الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذوقهم بعض ما كسبوا. نعم، سيذيقهم الله من هذا الذين تهاون فيه. عشان هيك أركض، اجتهد أن تكون كنتم خير أمة تأمرون بالمعروفة تنهون عن المنكر. من حقيقة بلغوا عني ولو آية، ملكت حقيقة سورة البقرة، ملكت حقيقة الاستغفار، ملكت حقيقة الصلاة على رسول الله، ثم تبين للناس كيف الله غير حالك وأحوالك وكل شيء من حولك فيقبلوا على الله. نعم، بعد أن ابتعدوا وظنوا أن الله ينتظرهم يوم القيامة وكأنه الآن إنما خلقناكم عبثا كل واحد شطارته. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. خير عمل ممكن تنصر فيه إخوانك في غزة أو في مشارق قرى الأرض ومغربها وفي نفسك أنت وفي بيتك وفي محيطك وفي أهل بلدك وفي دولتك ولعامة المسلمين، هو أنك أنت تتوب إلى الله حتى يكون بينك وبين الله سر من استجابة الدعاء. نعم، ترى أن الله قد قبلك فتدعو لنا. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيك ننصر، بالباقي كلام فارغ. انت عبء على اهل غزة وعلى الأمة كلها، انت عبء. نعم، انت نهلك وفينا الصالحون، ان كثروا الخبث وانت واحد من الذين يعملون هذا الخبث فإياك ان يمسكك الله وانت في هذا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.